ورش الغزل والنسيج، وايضا دور الحضانه حضانه الاطفال، واحدى مزارع الثروه الحيوانيه الموجوده في المنطقه. وبعد ذلك صدر رئيس مجلس الوزراء الى محطه محولات كهرباء مدينه طبلات، يتبقى في جوله اليوم تفقد لمشروع الانسان الاجتماعي، وبعد ذلك زياره لمقطع تعبئه وتغليف الثمور. طيب يا مصطفى، طيب الخبر يقول انه من المفترض ان يعقد رئيس الوزراء في ختام هذه الجوله مؤتمرا صحفيا لاستعراض ما تم متابعته اثناء هذه الجوله، ما هي التفاصيل الخاصه بهذا المؤتمر الصحفي؟ يعني بالفعل ووفقا لجدول الزياره الموجود يتحدث عن وجود مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولات رئيس مجلس الوزراء التي تنتهي في تفقد مشروعين او جولتين. الجوله الاولى تفقد لمشروع السنه الاجتماعي، وبعد ذلك هناك زياره لاحدى مصانع تعبئه وتغليف الثمور، ولكن لم يتم الاعلان حتى الان صراحه عن وجود المؤتمر الصحفي للاعلان عن نتائج هذه الزياره. نحن ما زلنا في الجولات التفقديه لرئيس الوزراء، وبالتالي بعد انتهاء هذه الجولات سنعلم ما اذا كان هناك مؤتمر صحفي ام لا. مصطفى عبد الفتاح مراسل التلفزيون، شكرا جزيلا لك. أفاد مراسل النيل أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد قرر الفصل النهائي ل 25 طالبا من بينهم 6 طالبات، وجاء ذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها الجامعة أمس، كما وشهد فيها الحرم الجامعي داخل جامعة الأزهر تواجد قوات الأمن بسبب الأحداث التي أضرت بالدراسة والمؤسسات الجامعية أيضا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من جامعة الأزهر مراسل النيل أحمد عبد الحميد. أحمد، صف لنا الأجواء لديك، هل هناك أي تصعيد من قبل الطلبة الذين صدرت بحقهم قرار فصل نهائي على خلفية ما أحدثوه من شغب وما جرى من اشتباكات بالأمس في جامعة الأزهر؟ نعم، تشهد جامعة الأزهر اليوم حالة من الهدوء في أرجاء الحرم الجامعي، كما رصدت توافد طلاب وطالبات الجامعة بالكليات المختلفة، وشهدت انتشار قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي وتحديدا بجوار المبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحسبا لحدوث أعمال شغب أو فوضى من قبل طلاب الجامعة والمنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية. كما رصدت أن بوابات الجامعة يتواجد عليها أفراد الأمن الإداري الذي يعمل على تفتيش الطلاب والتأكد من هويتهم أثناء دخولهم، كما يقوم أيضا بتفتيش السيارات أثناء دخولها الحرم الجامعي. وحتى الآن الوضع هادئ ومستقر داخل الحرم الجامعي، ولاحظت اختفاء تام لتظاهرات طلاب الجماعة الإرهابية داخل وخارج الحرم الجامعي، كما تشهد أيضا كلية البنات فرع مدينة نصر هدوءا حذرا فيما انتظمت الدراسة بالكليات المختلفة باستثناء كلية الصيدلة التي يتجمع حاليا حولها العشرات من الطالبات المنتمين للجماعة الإرهابية مطالبين بالإفراج عن زميلاتهن المعتقلات بالأحداث التي شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة. ولكن حركة المرور الآن أشاهدها فهي تسير بشكل طبيعي أمام السيارات أمام شارع النصر وأيضا في شارعي يوسف عباس ومصطفى النحاس. وكما وخلاصة كما ذكرت أن جامعة الأزهر أصدرت بيانا قالت فيه أن من قاموا بإحراج جراج الجامعة هم مجموعة من الفئة المأجورة والقلة الضالة، مشددة على أن هذه الأفعال التخريبية لم توقف الدراسة بأي حال من الأحوال، كما توعدت إدارة الجامعة بتطبيق العقاب والجزاء على كل طالب. إذن الدراسة بالجامعة في مختلف الكليات في مسارها الطبيعية. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة من جامعة الأزهر، مراسلنا هناك أحمد عبد الحميد. تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 من يناير وإشاعة الفوضى في البلاد واحداث فراغ أمني فيها. من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى باقي مرافعة محامي العدلي.
وعلى المزيد من المتابعة انضموا إلينا من داخل أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد محمود. محمد، كيف تتابع سير استئناف محاكمة مبارك في هذه الجلسة؟ نعم، رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة منذ ربع ساعة تحديدا، بعد أن استكمل المحامي محمد الجندي مرافعته عن حبيب العدلي المتهم الخامس في هذه القضية، وأخذ يفند ما طرحه وكيل النيابة في هذه القضية بندا بدا، ولا زالت لديه يعني استكمال لهذه المسألة اليوم أيضا. يعني هو بدأ اليوم في العاشرة والنصف واستراح قليلا، وسوف يستكمل ما بدأه في الجزء الثاني من هذه الجلدة. تحدث بشكل مباشر عن أن النيابة يعني كانت قد جمعت البيانات بشكل استدلالي وفيه بعض الخطأ وعدم الحيادة في مسائل مختلفة، وبرهن على ذلك بأنه طلب الشهادة من جميع شهود الإثبات الذين تعاملت معهم النيابة مباشرة، وقال إنه من الصعب أن تكون النيابة قد تعاملت مع الشهود بشكل مباشر لأن الشرطة لم تعطها الأدلة والأسانيد، واستدلت النيابة بالشكل المباشر، وبناء عليه طلب المحامي محمد الجندي الكثير من الشهود ومعظمهم من الشرطة، إذا أضيف إلى ذلك بعض الوزراء، والغريب أنه طلب شهادة محمد البرادعي الذي ذهب في يوم من الأيام الصعبة في ثورة 25 يناير في رعاية الشرطة إلى مسكنه، وقال يجب عليه أن يحضر كي يكون شاهدا في هذه القضية. نقطة في غاية الأهمية طرحها فيما يخص سيارات السفارة الأمريكية في ثورة 25 يناير. هذه السيارات تعمل بشفرة معينة لا يعلمها إلا العاملون داخل السفارة الأمريكية، وكأنه يقول أو أنه قال صراحة بأن الأمريكان هم الذين ضربوا المتظاهرين، وأنه يصعب على أحد من المصريين أن يفعل ذلك، وطالب بالأمن من الداخلية وأيضا من داخل السفارة من العاملين بالسفارة للشهادة في المرحلة القادمة، وأيضا طلب عدد كبير جدا من شهود الإثبات الذين شهدوا ضد العدلي مع تقرير النيابة، وتصيد جملة لوكيل النيابة عندما قال أغلب الظن أن اجتماع 27 يناير حدث فيه التجهيز للرد على المتظاهرين بشكل أو بآخر، وقال أن الأحكام والقضايا والحبس للمتهمين لا يقام على الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا كما ذكر. هذا هو المحامي الأول للمتهمين في هذه القضية، ويبدو أن أمد القضية سيطول لأنه طلب عدد كبير جدا من الشهود على رأسهم بعض الوزراء الذين كانوا في هذه المرحلة، حتى أنه استشهد بشهادة رئيس الوزراء بشكل مغاير للنيابة. النيابة قالت أن رئيس الوزراء خرج من القضية بعد أن كانت هناك جلسة يوم 20، وأن التعامل كان بين حبيب العدلي وحسني مبارك مباشرة. هذه المرة يقول أن رئيس الوزراء شهد بأن هذه المسألة كانت يعني بشكل مغاير لهذه الطريقة، والحكم في النهاية سيكون لهذه المحكمة. إذن نحن مع تفنيد لمحامي حبيب العدلي خاصة لكل ما ذكرته النيابة في ردها، وبالطبع النيابة لها الحق في الرد، وهي احتفظت بحقها في الرد على كل المتهمين في هذه القضية، ونحن لازلنا معكم نتابع سير هذه المرافعة والمرافعات القادمة في قضية كانت تسمى في بدايتها محاكمة القرن، إلا أنها الآن صارت أمورها هادئة وطبيعية. نعم، محمد محمود مراسل، نعم أشكرك شكرا جزيلا. ونبقى مع الأجواء المصاحبة لجلسة محاكمة مبارك المنعقدة بأكاديمية الشرطة، معنا متابعا من محيط الأكاديمية مراسلة النيل ولاء الحديني. ولاء، كيف تبدو الصورة لديك الآن بمحيط الأكاديمية، وماذا عن التواجد الأمني؟ نعم، أنا أتواجد الآن في محيط أكاديمية الشرطة وبالتحديد أمام البوابة رقم 8، حيث محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العدلي وستة من مساعدي. الجلسة بدأت في تمام الساعة 10 صباحا. الأجواء تبدو هادئة تماما، لم يتواجد سوى بضعة أشخاص فقط من مؤيدي الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذين رفعوا صورته. وعن التواجد الأمني
يوجد تواجد أمني مكثف في محيط أكاديمية الشرطة، كما تنتشر أيضا نقاط التفتيش في الطرق المؤدية إلى أكاديمية الشرطة لتفتيش السيارات في محيط الأكاديمية. هذا عن الأجواء هنا في محيط أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك. إليك. شكرا جزيلا لك ولاء. تندر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطورة ثالث جلسات محاكمة 269 متهما، من بينهم أحمد دومة لاتهامهم بحرق مبنى المجمع العلمي ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والتعدي على قوات الأمن ومقاومة السلطات لاستكمال سماع الشهود واستخراج صور رسمية من أوراق القضية. تبدأ اليوم محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين وخمسين من قيادات وأعضاء الجماعة الإرهابية في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم. أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أولى جلسات نظر الدعوى التي تطالب كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاستثمار باعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر من القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة على العنف داخل مصر إلى جلسة الثلاثاء القادم. وتنضم إلينا عبر الهاتف من محكمة عبدين مراسلة النيل نشوى صالح. نشوى، ما هي الأجواء لديك وماذا عن ردود الأفعال بعد تأجيل أولى جلسات المحاكمة واعتبار قناة الجزيرة مباشر مصر داعمة للإرهاب؟ أتواجد بالفعل الآن أمام محكمة عبدين حيث نظرت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بشوي النسر ثاني جلساتها للدعوة التي تقدم بها المحامي سمير صبري لقناة الجزيرة مباشر مصر باعتبارها من القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضة على العنف داخل الأراضي المصرية. في نفس الدعوة اليوم طلب المحامي كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس مجلس الوزراء كلهم بصفتي بضرورة إيقاف بث هذه القناة. ذكر المحامي أثناء الدعوة أن قناة الجزيرة مباشر مصر قد مثلت خطرا على مصر وأمنها وذلك لدعمها لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأنصارها وبث مشاهد وبرامج من شأنها أن تضر بالصالح العام. أثناء مداولات الجلسة الثانية اليوم لمحاكمة قناة الجزيرة مباشر مصر الدفاع الحاضر عن قناة الجزيرة دفع بعدم اختصاص المحكمة النوعية المرفوع أمامها القضية إلا أن المستشار وشوي النسر قرر في نهاية الجلسة حجز الدعوة للحكم لجلسة الثلاثاء القادم. ليكي. شكرا لك نشوى صالح. تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم بمجلس الدولة دعوة بإلزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور دون استثناء على جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات. ذكرت الدعوة أن تحقيق الحدين الأدنى والأقصى يعتبر تأكيدا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين العاملين بالدولة، كما طلبت الدعوة بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز دخله 10,000 جنيه. وعلى المزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا من مجلس الدولة مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تابعت نظر هذه الدعوة؟ نعم، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم نظرت الدعوة المقدمة من أحد الصحفيين بجريدة الجمهورية والمدعو مصطفى عابدو. تم تأجيل هذه الدعوة إلى يوم 3 من شهر 5 المقبل. الدعوة مقامة ضد كل من السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وأيضا وزير التخطيط بصفتهم وليس بشخصهم. هذه الدعوة كان يعني تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور. أولا هي تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الأشخاص الاعتبارية والعاملين بالدولة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى
هي تطالب بتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل خاص للصحفيين.